السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إلا كنت أول مرة تشاهدوا القناة ديالنا، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا بأول خبر. الجماهير الرجوية كطالب بانتدابات. مازالت مطالب الجماهير الرجوية بضم انتدابات جديدة لتعزيز تركيبة الفريق، خصوصا بعد تقديم رئيس الفريق جواد الزيات الاستقالة ديالو على رئاسة إدارة النادي قبل أسبوعين. وجات استقالة رئيس الرجاء واللي أكد أنها لا رجعة فيها بعد تفاقم الضغط وخروج الفريق الرجاوي من دور نصف النهائي من عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك على يد الزمالك المصري. وعبرت مجموعة من الجماهير العاشقة النادي على التدمر ديالها من الوضع اللي وصل ليه النادي، خصوصا أن الميركاتو الصيفي على وشك الانتهاء. والتذكير فإن فريق الرجاء قام بعقد زوج صفقات، وكيتعلق الامر باللاعب نوح وائل السعداوي القادم من فريق مولودية وجدة، واللاعب مروان الهدودي القادم فريق الدفاع الحسني الجديدي. والان غادي نمروا للخبر التالي. عاجل، الرامي كيتراجع على ترشح رئاسة الرجاء. تراجع رضوان رامي المنخرط الرجاوي بشكل مفاجئ على ترشح رئاسة الرجاء خالف الجواد الزيات. وضحت مصادر قريبة من رامي انه على المنخرط النادي قبل قليل في المجموعة الخاصة عبر الواتساب تراجع عن ترشح رئاسة الرجاء بعد ما كان كيجري اتصالات مع عدد كبير من المنخرطين من اجل تشكيلة لائحته الرئيسية. وكان رامي كيعتزم عقد اجتماع مع جواد الزيات رئيس الرجاء يوم الثلاثاء المقبل بغرض الاطلاع على الوضعية المالية والقانونية للفريق. والان غنمروا الخبر التالي. عدد الاشخاص اللي يحضروا في قمة الرجاء والاسماعيلي. حدد الاتحاد العربي لكرة القدم عدد الاشخاص اللي غادي يحضروا في نصف النهائي من البطولة العربية بين الرجاء الرياضي والاسماعيلي المصري في 100 شخص موزعة بين الفريقين. وكشف مصدر مسؤول ان لكل فريق الحق في 50 شخص بما فيهم العناصر الغير مؤهلة والاعضاء والاداريين، وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية واللي كيجدد عليها الاتحاد العربي لتفادي انتشار فيروس كورونا. وقرر الاتحاد العربي يخضع لاعبي الاندية للمشاركة في نصف النهائي من البطولة العربية لفحوصات كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من موعد المباراة. وللإشارة فإن الرجاء الرياضي اختار يوم 30 دجنبر لاستقبال الإسماعيلي المصري. والآن غادي نمروا الخبر التالي. معسكر تدريبي مغلق لفريق الرجاء الرياضي. كيساعد نادي الرجاء الرياضي لدخول معسكر اعدادي اخر تأهب للبطولة الوطنية اللي غادي تنطلق الاسبوع القادم. وحسب احد الاخبار فان اللاعبين استفدوا من يوم راحة وغادي يلتحقوا بالفريق يوم غد الثلاثاء من اجل دخول معسكر مغلق بمدينة بوزنيقة قبل مواجهة نادي الفتح الرباطي الاحد القادم برسم الجولة الافتتاحية من البطولة. وتابع ان السلامي قرر اراحة اللاعبين ديالو بعد المجهودات الكبيرة واللي بدلوها في التدارب واللي انتهت الأسبوع الماضي بمواجهة نادي أولمبيك أسفي. وكان الرجاء كيستعد لدخول معسكر إعدادي في مدينة طنجة قبل ما يتم التراجع على القرار والاكتفاء بحصص تدريبية مغلقة ملعب الوازيز استعداد لمغامرة الدفاع على لقب البطولة الوطنية للموسم المقبل. والآن غادي نمر للخبر التالي. موعد نهاية الميركاتو في المغرب. حسب احد الاخبار فان فترة الانتقالات الصيفية غادي تنتهي اليوم على الساعة 2:00 ليلا، وما اعلنت الجميع لحد الان عن تمديد الميركاتو لايام اخرى من اجل فتح المجال امام الاندية واللي ما حسمتش في التعاقدات ديالها. وبحال عدم تمديد الجميع للميركاتو الصيفي فان العدد من الاندية غادي تنتظر فتح الميركاتو الشتوي بداية من السنة القادمة من اجل البحث عن لاعبين جدد. ولتذكر فان البطولة الاحترافية الدرجة الاولى غادي تنطلق رسميا يوم الجمعة 4 دجنبر، وغادي تسعى العديد من الأندية لاستغلال آخر أيام الميركاتو من أجل تعزيز التركيبة ديالها البشرية. والآن غادي نمروا للخبر التالي. أخيرا مسلسل أيوب الكحل كينتهي. بعد شهر من الأخذ والرد
انتهى المسلسل الدرامي واللي بطاله أيوب الكحل لاعب المغرب التطواني لكرة القدم اللاعب البالغ من العمر 25 سنة تأكد رسميا بقاؤه في الحمامة البيضاء وما غينتقش للوداد أو الرجاء في الميركاتو الصيفي الحالي حيث ما توصلش اللاعب لأي اتفاق مع مسؤول الناديين كيفما أن اللاعب نفسه عبر سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي على الرغبة دياله في البقاء بتطوان وبذلك غادي يكون هذا المسلسل انتهى وطوات صحة اللاعب بشكل رسمي خصوصا أن الميركاتو الصيفي في المغرب غادي ينتهي يوم الاثنين على الساعة 12 ليلا. والان غادي نمر للخبر التالي رسميا جمال السلامي ما غاديش يغادر الرجاء. قرر جمال السلامي الاستمرار مع الرجاء البيضاوي بالرغم من إدارة الفريق ما قامش بانتدابات جديدة وما التزمتش معاه بقرار القيام بانتدابات جديدة خلال اللقاء اللي جمعوا برئيس جواد الزيات حيث ربط المدرب السلامي بقاؤه مع الرجاء بالقيام بانتدابات وقالت أحد المصادر بأن السلامي ارتاح باش يأجل المغادرة مادام الظرفية غير مواتية. والان غادي نمروا الخبر التالي جديد قضية بيساك والرجاء. اكد انيس محفوظ الكاتب العام نادي الرجاء الرياضي في تصريح خاص ان الادارة ديالو ارسلت ملف العقد اللي كيربطها بالحارس مروان بيساك لجامعة الكرة مطالبة بتطبيق القانون واشر محفوظ ان مكتب الرجاء طالب الجامعة بعدم تأهيل الحارس بيساك صفو في نادي اولمبيك اسفي وتطبيق القانون واضاف المتحدث ذاته ان النادي ما غاديش يتخلى في سلك جميع المساطر القانونية المحلية او الدولية للدفاع عن الحقوق بخصوص هذا الملف. والتذكير فان الرجاء الرياضي اعلن قبل ايام من افتتاح الميركاتو الحالي توقع على عقد مبدئي مع بيساك قبل ما تقرر ادارة اولمبيك اسفي تمديد عقد الحارس ونفي ارتباطه بالنسور. والان غادي نمروا الخبر التالي المرشح الاكبر لرئاسة الرجاء. عقد عدد منخرطي فريق الرجاء الرياضي اجتمع مع المهدي البلغيتي العضو السابق بالمكتب المسير الرجاء لاقناعه بترشح رئاسة الرجاء خلف الجواد الزيات كلحو منخرطي الرجاء البلغيتي في الترشح مأكدين بتقديم دعم كبير ليه خاصة ان عنده خبرة في التسيير وتلقى المسير الرجاوي السابق اتصالات من اعضاء جمعية رجوية كيطالبوا بترشح رئاسة الرجاء كيأكدوا دعمهم ليه لخلافات الزيات في منصبه الحالي وكان البلغيتي وسام جلب مستشير مهم اللي دخل في خزينة الفريق الاخضر ما يناهز على 500 مليون سنتيم سنويا. والان خوتي وخواتي الرجاويين انتهينا من فقرة اخبار الرجاء الرياضي لهذا اليوم اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش الاعجاب به والاشتراك في القناة وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وشكرا لكم.